رئيس مجلس المدينه جه النهارده الصبح وشاف الموقف وقال هنعرض الكلام ده على سياده المحافظ، برضه ولا حد رد علينا ولا حد. انت حاولت تقابل المحافظ امبارح؟ نعم؟ حاولت تقابل المحافظ امبارح؟ حاولنا نقابله ما عرفناش نقابله. الحاشيه اللي حوالين منه اصلا كم متضرر من خمس اسر. خمس اسر في المنزل ده بس؟ خمس اسر في المنزل. لكن المنازل التانيه ما فيش فيها حد؟ لا. تمام. عملتوا محاضره رسميه بالموضوع؟ عملنا طبعا. كل المجموعة دي كده من سكان البيت، هم كلهم اخوات على فكرة، مش اخوات، دلوقتي متفقين عليهم وبلغوا 30 نفر طبعا اخوات، 30 نفر بس على الحافظ بعد كده. في مكنة تعمل خوازيق تحت. في دوسة.